هل تريد أن تصنع فيلما باللغة العربية فيلما مصريا؟ Say it again. عايز تعمل فيلم مصري؟ Yeah. طبعا. أنت ولدت وترعرعت هنا في لوس أنجلوس، ولكن والديك هاجروا من مصر إلى الولايات المتحدة. كممثل عربي، ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتها في مشوارك المهني هنا في هوليوود؟ This is Arabic that is really difficult to understand. My mother has a hard time speaking this. Yeah. Okay. I had to speak it in Egyptian. Yeah. أمي وأبويا من مصر. أمي من القاهرة وأبويا من Upper Egypt. مصر العليا. Yeah. مصر العليا. عليا؟ أها. بالضبط.